السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم محمد عبد الهادي من قناة مصر. هو أنتم متخيلين إن دولة روسيا راجعة في سبيل إن هي تنتقم فقط لا غير من دولة أوكرانيا وتحقق الانتصارات عليها فقط لا غير؟ هو أنتم متخيلين إن المسألة بالنسبة لدولة روسيا أوكرانيا؟ أنتم متخيلين إن المسألة بالنسبة لدولة روسيا دول الاتحاد الأوروبي؟ أنتم متخيلين إن المسألة بالنسبة لدولة روسيا هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ المسألة بالنسبة لدولة روسيا هي كل الذين تورطوا في محاولة وفي تدمير الاتحاد السوفيتي السابق. لقد عادت دولة روسيا للانتقام من كل الذين تورطوا في تدمير وإضعاف الاتحاد السوفيتي وإضعاف دور الدولة الروسية. ولذلك يجب أن يحترس الجميع، يجب أن يحذر الجميع. القضية ما هيش فلاديمير بوتين رئيس روسيا، القضية هي دولة روسيا وتوجهاتها، لأن روسيا رجعلنا عشان تنتقم مننا جميعا. ده التقرير بتاع جريدة الساندي تايمز البريطانية النهاردة، تقرير في منتهى الخطورة، تحليل خطير جدا عما يحدث في كواليس أزمة روسيا وأوكرانيا. أنا عاوز أقول حاجة مهمة للغاية. بعض الأصدقاء والمتابعين بيهاجمونا ويقولوا أنت ليه بتنافق دولة روسيا بهذه الشاكلة وبتطبل ليها؟ وليه واقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ يا جماعة صح النوم. يعني إيه بنطبل لدولة روسيا؟ أو يعني إيه إحنا واقفين ضد أمريكا؟ إحنا بنقرأ الواقع وبنحلله تحليل منطقي وعقلاني بعيدا عن ان احنا مع ده او ضد ده. هو صحيح احنا نتمنى انتصار الدب الروسي بصراحة ربنا، لكن لو ان دولة روسيا كانت بتواجه بهزيمة كنا احنا هنقول دولة روسيا عندها خلل وفي انتصارات تحققت في مواجهتها في كيت وكيت وكيت. يعني احنا يا جماعة بنحلل الواقع، ما احناش مع او ضد، وان كنا احنا بنعلنها اهو، لأن انتصار دولة روسيا هيعدل الميلة. على الأقل هيكون عندك نظام عالمي متعدد القطبية، وبالتالي هيكون هناك توازن عالمي. القضية مش أنا مع مين أو ضد مين. خلونا بقى حضراتكم في التحليل الخطير اللي نشرته النهاردة جريدة الساندي تايمز البريطانية، كان تحليل في منتهى الخطورة. بتقول دولة روسيا راجعة للانتقام من الجميع، زي الأفلام المصرية أو الأفلام الأجنبية، لما تلاقي مجموعة من العصبجية وبتاع يعتدوا على واحد فيقرر الانتقام فيرجع يدمر. هو ده اللي وصفته بالظبط الجريدة البريطانية النهاردة. الجريدة كشفت الستار عن موقف وأخدته كبرهان ونموذج. قالوا في نهايات دولة الاتحاد السوفيتي تحديدا في نوفمبر 1991، جه المستشار بتاع ميخائيل جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي في آخر أيام الاتحاد السوفيتي، بعت رسالة للسفير البريطاني في موسكو، قال له بالحرف الواحد: أوعى تتخيل إن روسيا ستظل ضعيفة. دولة روسيا بتمر بأزمة لا نسميها إلا أزمة، على الرغم من أن طبعا الاتحاد السوفيتي تفكك، إلا أن مستشار جورباتشوف قال للسفير البريطاني بموسكو: إحنا بنمر بأزمة. ثق تماما خلال 10 سنين وبالكتير 20 سنة سوف تعود دولة روسيا مرة أخرى أكثر قوة، ولحظتها سوف تنتقم روسيا من الجميع، من كل الذين تورطوا في إضعاف هذه الدولة التي ستظل قوية رغم أنف التحديات. هكذا تحدثت وهكذا ذكرتنا الجريدة البريطانية في تحليلها الخطير النهاردة. وبتقول ولذلك عندما تولى فلاديمير بوتين قيادة روسيا سنة 2000 لحد تاريخ النهاردة، وهو ده رجل عاش
أواخر أيام الاتحاد السوفيتي السابق، وشاف مجد الاتحاد السوفيتي وشاف الانهيار اللي حصل، ولذلك قرر ينفذ الاستراتيجية دي، عودة الدب الروسي مرة أخرى والانتقام من كل الذين تورطوا في إضعافه في لحظة من اللحظات. التحليل البريطاني بيقول، ده التحليل البريطاني يا جماعة، مش احنا، عشان بس تتأكدوا، مش احنا اللي بنقول الكلام ده، احنا بنتوقف عنده وبنطرحه لحضراتكم. ولذلك الجريدة البريطانية بتقول، فلاديمير بوتين منذ أن تولى قيادة الدولة الروسية وهو حاطط نصب عينيه تحقيق هذا الهدف، قوة الدب الروسي يجب أن تعود وبشكل سريع، ولذلك نجح في ذلك. هذه واحدة، الدب الروسي جاي وفي نيته ان هو ينتقم من كل الذين تورطوا في اضعافه في لحظة من اللحظات، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، الدب الروسي لن يسمح بأي هزيمة له مرة أخرى. ثم بتنتهي الجريدة البريطانية وبتقول، الأزمة قدامنا مش فلاديمير بوتين، ده مش توجه فلاديمير بوتين، ده توجه الدولة السوفيتية اللي قررت ترجع وتحتل قمة العالم. شفتوا حضراتكم، مش احنا اللي بنقول الكلام ده. الجريدة البريطانية في التحليل بتاعها بيقول ان نجحت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين في ذلك، وأزمة أوكرانيا ليست بعيدة. الجريدة بتحذر ان المشكلة مش مع بوتين، المشكلة في توجه دولة روسيا. تعالوا حضراتكم نشوف لقطات، نشوف ايه اخر التطورات، نعرف بالظبط ازاي الدب الروسي راجع بقوة وازاي حقق انتصارات. برضو احنا ما بنفقش روسيا، هتقولوا احنا كمان بناخد من روسيا فلوس ولا حاجة؟ ما هو حاكم. احنا لما نتكلم مثلا على دولة عربية يقول لك ده احمد عبد الهادي بياخد فلوس من السعودية، لا لا لا، ده احمد عبد الهادي بياخد فلوس من قيس سعيد في دولة، ده احمد عبد الهادي بياخد من بشار الاسد، لا لا، ده احمد عبد الهادي بياخد من بعض التيارات في قلب دولة العراق. اخوانا في ايه؟ ده ولا جامعة الدول العربية اساسا تقدر تاخد كل الفلوس ديت؟ طب ما تجيبوا لنا شوية منها مثلا ولا حاجة. طبعا انا بحاول ان انا افك الجسم شوية عشان طبعا نحلل مع بعضينا المانشيتات اللي حضراتكم هتشوفوها قدامكم. روسيا واوكرانيا، مشكلة الغرب ليست مع بوتين بل مع روسيا نفسها. ادي التحليل اهوت يا جماعة، جاي في محطة البي بي سي، وده اللي انا بقوله لحضراتكم. نستهل جولتنا في الصحافة البريطانية مع صحيفة الساندي تايمز البريطانية، واللي نشر التحليل كتبه فلان الفلاني حوالين كل الكلام اللي احنا بنقوله، حيث يقول الكاتب انه في نوفمبر 1991 عندما كان الاتحاد السوفيتي على وشك الانهيار، تلقى السفير البريطاني في موسكو فلان الفلاني تحذير من مستشار ميخائيل جورباتشوف جاء فيه. ثم الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم عشان تتأكدوا بس احنا ما بنجيبش الكلام ده من عندياتنا يا جماعة، فقط لا غير، ثقة في التحليلات اللي احنا بنطرحها والمعلومات اللي احنا بنطرحها لحضراتكم. وآدي تحليل في جريدة الاندبندنت عربية، روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا بحجة غسيل المواسير. وزير الدفاع الروسي، اكتشفنا نقاط الضعف في أسلحة الناتو اللي استولينا عليها في أوكرانيا. طبعا ضربة قاتلة جدا حققها الدب الروسي بطريقة غير عادية، بيتفشخروا بنوع جديد من الأسلحة بتاعتهم. كل اللي عمله فلاديمير بوتين ان هو وصى تستولوا على أسلحة الناتو الجديدة اللي بيدعموا بيها أوكرانيا، تجيبوها نحطها للعلماء، نشوف نقاط الضعف بتاعتها، نحللها على رأي عادل إمام، نحللها في الشوربة وتتاكل بعد كده. عرفت بناء على تحليل جريدة الساندي تايمز البريطانية ان فلاديمير بوتين نجح في ان هو ينفذ الاستراتيجية اللي وضعها الاتحاد السوفيتي السابق قبل انهياره بأيام قليلة لحد ما وصل للي وصل له. الناس كلها او دول العالم اكتشفت قوة الدب الروسي في معركة اوكرانيا اللي هي معركة روسيا والناتو. حدث ذلك في نفس التوقيت اللي احنا فوجئنا بتطورات غير عادية. وزير الدفاع الروسي،
أعلن النهاردة طبعا ديت من ضمن الانتصارات يا جماعة اللي حققتها دولة روسيا خلال سويعات قليلة ماضية، عشان للمرة الثالثة على التوالي تتأكدوا احنا ما بنجيبش حاجات من بيتنا، احنا بنجيب لحضراتكم التحليلات الدولية، اتفضلوا حضراتكم اهي، ثم احنا نطرح التحليل بتاعنا، ثم بنجيب الأخبار التي تؤكد صدق ما نطرحه لحضراتكم. ده بأكد على الكلام ده للمرة الثالثة، لأن احنا بتجيلنا تعليقات كثيرة للغاية، بعض الناس بيحابوا أو بيتمنوا انتصار الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار طبعا أن المصالح مشتركة، لأن ديت ستهم وتجرسهم، وبناء عليه المصلحة مشتركة، زي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مثلا ولا حاجة، يهمه انتصار أمريكا مش انتصار روسيا، لأن أمريكا هي اللي عقدت الصفقات القذرة مع هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي كل الذين ينتسبون إلى التنظيم الإخواني يهمهم انتصار أمريكا. هو مش عاوز يقتنع إن أمريكا اتسحقت، إذا كان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأسبق الأمريكي الأسبق قال كده، هو مش عاوز يصدق، زي الحمار اللي شاف الأسد وجاي يلتهم ويقول لك لا لا لا، أصل ده مش حمار، فلما قرب منه وفتح بقه عشان ياكله قال آه ده أنا اكتشفت إن هو أسد، بس يعني عشان خاطر ربنا هيخلي الأسد يخلي حمار. طبعا عشان ده حمار مش عاوز يقتنع بالخطر المحيط بيه، لأن هو حمار، هو بيحاول يكذب عينيه، هو بيحاول يكذب الآخرين، ليه؟ أصل هو حمار. طبعا الكلام ده بقوله تعقيبا على الهجوم السافر الوقح اللي بيجيلنا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابيين اللي بيقولوا أنت ليه عمال بتنافق في روسيا كده؟ أنا ما بنافقش، أنا بحلل. كون انك انت عاجز عن رؤية الخطر الموجود المحيط بيك، فذلك لانك انت حمار وما بتدركش الوقائع بصفة عقلانية وحقيقية. الكلام ده طبعا موجه لعناصر الإخوان فقط، اما الذين يختلفون معنا بشكل منطقي وبشكل عقلاني وبشكل شيك وكويس تعظيم سلام، دعونا نتناقش، ما فيش مشكلة خالص. وزير الدفاع الروسي قال احنا اكتشفنا نقاط الضعف في أسلحة الناتو اللي احنا استولينا عليها في قلب أوكرانيا. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال ان الخبراء الروس وكل العلماء الروس بيدرسوا بعناية حاليا كل الأسلحة الغربية اللي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، وبدأنا نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، ومن ثم من المخابرات الروسية إلى المخابرات الغربية، شكرا لحسن تعاونكم معنا. كون إن أنا جبت السلاح بتاعك استوليت عليه درسته حللته خلاص، ده تبله في شوية مية حضرتك وتشربه، ما عادش له قيمة. ليه؟ الحرب ردع روسيا. ومنذ ساعات قليلة أيضا أعلنت عن ضم مجموعة من الأسلحة الجديدة الفرط الصوتية للقوات المسلحة بتاعتها. يحدث ذلك في نفس التوقيت اللي كل أسلحة الغرب بتنهار بشكل كبير جدا. ثم بيقول ده اللي هو وزير الدفاع الروسي، احنا تعلمنا التعامل مع هذه الأسلحة ونعرفها وبنفهمها حاليا بعد دراستها، واكتشفنا أنها أقل كثيرا من أسلحتنا. يعني شكرا. جريدة الاندبندنت البريطانية أيضا قالت أن روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا بحجة الصيانة. طبعا شركة غاز بروم أعلنت منذ أيام قليلة أن هي هتغلق أو هتوقف ضخ الغاز بدءا من يوم 31 أغسطس لحد 2 سبتمبر عشان إحنا عندنا غسيل مواسير. طبعا ديت حجة، بس عاوز اقول لحضراتكم انتوا شفتوا المانشيت بتاع الجريده اللي هي بتاعت الاندبندنت العربيه، بحجه هو بيوقف ضخ الغاز بحجه الصيانه، والحقيقه ان هي مش صيانه. سيبكم من التصريحات بتاعت فلاديمير بوتين او دوله روسيا اللي بتقول فيها يا جماعه لا احنا بنعمل صيانه، احنا مش هدفنا استخدام سلاح الغاز. ما هو لازم يقول كده سعادتك، لان فيه عقد
متفق عليه ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين روسيا بمقتضى اوعى توقف ضخ الغاز إلا في حالات الضرورة الفنية القصوى اللي من بينها الصيانة. كل شوية هو بيغسل المواسير بتاعت سيادته، سلاح طبيعي ان هو يستخدمه. طبعا دولة ألمانيا والاتحاد الأوروبي قال بالحرف الواحد ان فلاديمير بوتين بيستخدم سلاح الغاز في مواجهتنا. ازاي الكلام ده ما يصحش؟ انا يعني مثلا انا ضرب واحد بالقلم، يقوم الواحد ده يرد على القلم بتاعي قلم وشلوت وزغروف وبنية في وشي، ماليش حق ان انا احتاج. في الحب والحرب كل شيء سعادتك مباح. وبناء عليه دولة روسيا، الناس اللي بتقول ان نجحت امريكا والاتحاد الاوروبي في غرزها في قلب المستنقع الاوكراني، صح النوم. هو انتوا ما قريتوش تقارير الخبراء والاقتصاديين ان روسيا حصدت مكاسب طائلة وبشكل غير عادي من الحصار المضروب حواليها؟ هو انتوا ما خدتوش بالكم ان روسيا حققت انتصارات الى درجة ان هي استولت على كثير من أراضي أوكرانيا، إلى درجة أن هناك مفاوضات سرية بمقتضاها أوكرانيا تستغنى عن كل الأراضي ديت مقابل وقف إطلاق النار، لأن استمرار الحرب ديت ضد مصلحة أوروبا وأمريكا. خلي بال حضراتكم بس من المعلومات ديت، لأن الناس ما بتاخدش بالها. يا سادة يا سادة، ربنا يخليكم، الناس اللي هي بتشكك في معلوماتنا أو بتقول لأ أنت تحليلك، لأ يا جماعة، التحليل قائم بناء على معلومات، المعلومات احنا جايبينها لحضراتكم من الصحافة الأجنبية. يعني شوفوا حضراتكم ازاي، يعني محطة البي بي سي عربي، محطة سكاي نيوز عربية، محطة الاندبندنت عربية. احنا ما جبناش مثلا من الاخبار او الاهرام او الجمهورية او من الصحافة السعودية او الخليجية او الافريقية مثلا ولا حاجة، ده احنا جايبين من الصحافة الاجنبية، جايبين معلومات بناء عليها احنا بنحط كده زي قطع الشطرنج، نظرا لان انا حركت مثلا الطابية الاتجاه ده انت هتحرك الفيل بتاعك في الاتجاه الفلاني، فانا في الحالة ديت بالوزير هتحرك واكل سيادتك. هي ديت المتتالية الهندسية، هعمل كذا انت هتعمل كذا، بناء عليها همسكك في الحتة الفلانية وهلفلك بحيث اعمل لك كش ملك. على فكرة بالمناسبة انا من عشاق الشطرنج، حد فيكم بيعرف يلعب شطرنج؟ يومكم جميل، لازال معانا الكثير من الحلقات المهمة للغاية، تابعونا.